لكن هل تعتقد سيد حافظ أن العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذاته وبين عمران خان كان لها ميزة خاصة في إطار العلاقات العامة بين تركيا وباكستان؟ يعني عمران خان كزعيم قوي، كزعيم له كاريزما وله قبول كبير في الشارع الباكستاني والتركي على حد سواء، نعم كانت هناك يعني هذا أعطى زخم كبير للعلاقات بين البلدين. ولكن يعني أردوغان نفسه له علاقة أيضا خاصة مع شهباز شريف، متمثلة في العلاقة بين العائلتين، خاصة يعني عائلة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك عائلة شهباز شريف، بحكم أنها كانت هي التي تحكم إقليم البنجاب لمدة 15 سنة الأخيرة. فكانت الاستثمارات التركية لها يعني باع كبير في البنجاب، هي التي أتت إلى لاهور، مدينة لاهور، وقامت باستثمارات كبيرة فيها بالاتفاق مع هذه الحكومة المحلية التي كان يتزعمها شهباز شريف رئيس الوزراء الحالي. فالعلاقات قوية جدا بينهما أصلا، وكما قلت لها بعد عائلي، ولكن طبعا هذا فقط يعني لنقول الواقع باكستان هو الذي تحتم على ذلك. معذرة سيد أحمد، لو توضح لنا هذه الفكرة، ما هو البعد العائلي في هذه العلاقة، حقيقة هذا؟ نعم، عائلة البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديها استثمارات واسعة جدا في باكستان، وخاصة في عهد نواز الشريف وكذلك أثناء فترة حكم شهباز شريف للحكومة المحلية في إقليم البنجاب. فهم أعطوا الفرصة لعائلة البيرق للاستثمار في تركيا جنبا إلى جنب مع الشركات الأخرى. ولكن يعني هذا العمل أيضا أثر طبعا على العلاقات أو العلاقة الخاصة بين شهباز شريف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كذلك.